أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء عشاء يبكون قالوا يا أبانا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصي بدم كذب بدم كذب
كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون قال يا بشرى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث
والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے. کائنات کے اس عظیم الشان عمل کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ فرمائیں. عرصہ دراز سے مختلف ممالک میں آن لائن پڑھانے والے تجربہ کار اساتذہ کی ٹیم موجود ہے. آپ خود اور اپنے بچوں کو قرآن کریم صحیح اصول کے مطابق سیکھیں اور سکھلائیں. ناظرۃ القرآن، ترجمۃ القرآن اور تفسیر القرآن کے علاوہ نماز محمدی، مسنون دعائیں اور ضروری مسائل وغیرہ سیکھنے کے لیے اس نمبر پر جلد از جلد رابطہ فرمائیں اور فی الفور ہماری خدمات حاصل کریں.